عقد منسق المنظمة الإفريقية للتجمعات المدنية في إفريقيا العاملة في مجال تطوير التكنولوجيا في إفريقيا المؤتمر الصحفي الخاص بأرض أعضاء المكتب التنفيذي أعضاء المكتب الجديد والذي يتكون من 5 أعضاء. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدوت. جاء هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه منسق منظمة إفريقيا للتجمعات المدنية للتطوير التكنولوجيا تجاني محمد آدم، وذلك في إطار الانطلاقة الرسمية لهذه الأنشطة وتشكيل المكتب الجديد لمزاولة نشاطه عبر المؤسسات الحكومية والشركات والتجمعات المدنية. نحن في تشاد ما نقدر نشقو ونتعبو عشان نلحقو. كان الحكومة عندها مشاريع ل 2030 والإنيو أفريكان 2036. اليوم نحن في أسيس تشاد نقدر نقول عندنا خطوط حاليا. ليش لا ما نقدر نقول حاليا؟ فيشان عندنا الكفاحات والخبرة والتكاتف فيشان نوصل عليه. هذا وقد أشار منسق المنظمة في حديثه بأن هذا المشروع يضم عدد كبير من دول الصديقة كجنوب أفريقيا ودول وسط أفريقيا المركزية. نعمل لتطور هنا التكنولوجيا في أفريقيا، والتطور ده يعني الجمعية عندها خلاص ممثلين في أي بلد، ممثلين في أي بلد هنا أفريقيا الوسطى، وعليشان دا اليوم نهنا كمان اجتمعنا هنا في كنار هشان ندرجوا الممثلين هنا تشاد. تبقى الإشارة إلى أن بعد نهاية المؤتمر الصحفي قام منسق المنظمة بتشكيل المكتب الفرعي للمنظمة الذي يتكون من 5 أشخاص تقودهم السيدة زينة إبراهيم محمد، يمارسون نشاطهم بطريقة اعتيادية في الأيام القادمة.